بالنسبة للفيلم اللي يستحق يروح الأوسكار ده كان رأي مجموعة شكلت ورأي المجموعة ده احنا خدناه بشكل ديمقراطي. أنا شخصياً اخترت العمال ما بنكرش، كنت شايفه ان هو يمثل مصر، لكن الأغلبية اختارت فيلم الشيخ جاكسون، وهو للأستاذ عمرو سلامة اللي أنا بعتز جدا بيه وبشوف إن هو واحد من الموهوبين الكبار الكبار جدا كمان في السينما المصرية، هو محمد دياب تحديدا. ف يمكن اللجنة نفسها تشكيلها مش يعني أنا نفسي عملت تحفظ في بداية اللجنة على تشكيلها، وبإذن الله استجاب الأستاذ مسعد فوضى ونعمل معايير أخرى لتشكيل اللجنة السنة الجاية عشان تطلع قرارات ممكن تبقى أفضل من كده. خدوا بالكم إن الفن حمال أوجه، والفن وجهات نظر، مفيش حاجة في المطلق ده أحسن فيلم وده أوحش فيلم. وبالتالي ممكن لو المجموعة اللي اختارت الشيخ جاكسون دول كان في 20 واحد غيرهم أكيد كانوا اختاروا فيلم تالت، ممكن ما يكونش حتى مولانا، لأنها ذوق دايما لجان التحكيم هي ذوق لجنة التحكيم. فده ما يقللش من اي فيلم اخر ولا يقلل من مولانا اختيار هذه اللجنه لمولانا.